وأخيراً حسمت صفارة حكم المباراة الموضوع عشان تعلن اللجوء لضربات الترجيح لتحديد الفايز واللي هيحصد نقطتين. كابتن يماني كان الفرقة بتاعته فيها إمكانيات أعلى شوية، ماسكين كرة أكتر، مشكلين خطورة أكتر على فريق كابتن أحمد. بيمتازوا إن عندهم مهاجم قوي شوية وسريع وذكي شوية، قدر يجيب ضربة جزاء. المباراة كان فيها دراما كتير، جابوا ضربة جزاء في آخر المباراة خالص برضو، جونين اللي جم من ضربة جزاء، وفي الآخر ضربات الجزاء في الآخر هي اللي تحسم المباراة، فالمباراة كلها ضربات جزاء. هنا الكرة دي اللي جات علينا جون، كرة واحدة بس ضربة جزاء، ده اختارهم طول الماتش عامل لي فيها حريف، ضربة جزاء مالهاش أي لازمة، بتلعب لي ورا تاني بعد بس أندر بترجع لي يا عم أخلص. هل أنت كلاعب تتحمل لو المدرب كلمك زي ما يماني بيكلم فريقته كده بشغف زياده شويه وبعصبيه؟ هل ده ممكن يحمسك ولا يوترك وانت داخل على التمرين؟ لا يوترني بصراحه، انا من اللعيبه، انا من اللعيبه اللعيبه ان الطريقه دي بتخليني ما يعني ما بقدرش ان انا ابقى نفسيا مظبوط، بتخليني ان انا بحس بتوتر جامد جدا، بحس بضغط جامد جدا. ربنا ادالك الجون عشان اجتهدت، لازم اتقبل الهزيمه، يعني انا مش هكسب على طول. عديت من الاول والثاني ما تحطها يا عم في الجون، لازم اعمل الثالثه ورا. تشوط ايه ما انت عديت من الاول، ما تحط يا عم، لازم اعمل الثالثه والرابعه، استفاد ايه في الاخر؟ دلوقتي خلاص انا بقى ضربات جزاء، مهم جدا، مهم جدا، لازم اكون هادي. لو حتى لو لا قدر الله ما حصلش ان احنا كسبناه، خلاص ما فيش مشكله بالنسبه لي. كره في ملعبكم دلوقتي، لو ما كسبتش اقسم بالله بص لو همشي خمسه همشيهم، انا بقول لكم اكسب دلوقتي. عدلي نمره واحد، عبد الله نمره اثنين، حمزه ثلاثه، زكريا اربعه، ويوسف خمسه، رمزي سته. انت مالك؟ تعالى تعالى اطلع بره. قوموا كده واحد اتنين تلاتة أربعة، هما ماندو معاهم. حصل حاجة يا كابتن كاس؟ أنا شفتك وأنتوا بتتكلموا، يعني شفت ولد كده أنت قلت له اطلع بره. ليه؟ بيتدخل في حاجة هو مش فيها، يعني هو المفروض إن هو لعيب صغير وهو أنا بعلمه، يعني مش بس قاعد إنك أنت 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 مش مدرب وبس، أنت مدرب ومعلم. كمدير فني بتكلم فبوجه التعليمات فبلاقيه بيدخل في الكلام، سيبته برة. ما تيجي تعالى مساك، تعالى في مكاني. تعالى في مكاني. بتكلم فيدخل في الكلام، المرة التالتة قلت له اطلع برة وامشي. أنت مالك؟ تعالى تعالى اطلع برة. أنا عملت كده. بس على نظير التاني رحت مكلم المساعد بتاعي مصطفى فؤاد، قلت له روح وكلمه وخليه بعد ما طلعته يدخل. اتفضل خش. محمود واقف في المرمى عبد الفتاح اللي شال الكوره جدا، هيشوط حق. يا نهار ابيض، بيخلي عين، ليه؟ الإثارة كملت في ضربات الترجيح، فبعد ما نجح حارس مرمى فريق بوبو في التصدي لضربة الترجيح الأولى لفريق على بوجريشا، قرر الحكم إعادة الضربة لأنه شاف إن الحارس اتحرك من على خط المرمى قبل التسديدة. عايز يضيع الكرة طبعاً، عملها كويس هو أحمد عبد الفتاح. المرة دي ضربة الجزاء صحيحة، ضربة الجزاء صحيحة. ضربة جزاء الثانية هيشوطها. الله يا رب، شاطها بره خالص، وده اللي جاب ضربة عبد الله، اللي جاب ضربة الجزاء، اللي جاب ضربة الجزاء رجعتهم في الفرقة، رجعتهم في الماتش. ضربة الجزاء، واه يحرز الهدف.
هدف السيد علاء ابن الشرقيه من ضربه الجزاء. حمزه رضا اسماعيليه ابن حي السلام بالتحديد من الاسماعيليه يدخل على الكره المره الثانيه يا بابا. ضيعوا الثانيه. الحلوان الان عبد العزيز، عبد العزيز يطير يطلع الكره الخطير. عبد العزيز صغير ولكن يطير كما طار الكبار، يشيل الكره، بيشيل الكره لفرقه ابو جريشه. عارف ايه؟ صد صد. بقول لحضراتكم عبد الواحد السيد، عبد الواحد السيد النهارده ايه اهو، طار طار حارس من طراز الكبار. عبد الواحد النهارده بينتقم، يشيل الكوره باجاده ويعمل افاده. احمد عبد الفتاح ابن المريح ابن اسكندريه. كويس قوي قوي قوي. الحارس هيكلل المجهود زكريا ولكن عبد العزيز يرسم الوعود. عبد العزيز يا بطلنا بشكل لذيذ. خلصت الخطوره. خلاص اليماني بيقول خلاص. معلش يا زكريا، معلش 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 معلش. هنشوف ادي الحارس عبد العزيز. خلاص عايز ايه؟ لو جاب دي خلاص. بيقول له لما تحرز الهدف كابتن انديل، كابتن محمد انديل. حتى لو ضاعت دي كسبنا. لا هم اللي بدأوا. لسه. بيقول له هم اللي بدأوا. اربعة جابوا واحدة. اليماني حتى لو ضاعت كسبنا لان هو ضيع اثنين. لا مضيع اثنين، مضيع اثنين، هو مضيع اثنين. ضيع ثلاثة. هو مضيع اثنين، هو شاط اربعة. هو ضيع ثلاثة يا عم. هو ضيع ثلاثة، هو ضيع ثلاثة. استنى استنى. هو مضيع كام؟ بيكلمه دلوقتي احمد لطفي. ادى اشاره باللعب يشوط الكوره. ضيع ثلاثة خلاص يا يماني. يا يماني هو انت كل واحد شاط اربعه بس ضيع ثلاثة. هو انت لو ضيعت دي، ما انت هو لو جابوا دي وانت ضيعت يبقى انت اتعادلتوا يا حبيبي. هو لو جاب دي يبقى لسه عنده امل ان انت تضيع. انت جايب جون وهو مش جايب ولا جون. يا هو جايب جون واحد، هو جايب جون هنا يا حبيبي. بيتكلم يماني. لا بص، انت شاط اربعه وهو شاط اربعه، هو اللي بادئ. لو جاب دي يبقى كده جايب جايب اثنين من خمسه. انت شايط اربعة جايب جايب اثنين. عندك الاخيرة لازم ميني. تجيبها. هم ضيعوا ثلاثة وانتوا ضيعتوا اثنين. يا يماني ايوه ثلاثة اثنين دي الخمسة. هو اللي هيدخل الكورة. حاسبها هم ضيعوا ثلاثة وانا ضيعت واحدة، المفروض كسبت. لا الزيدان جه قال لي لا يا يماني ضيعت اثنين وهم ضيعوا ثلاثة. يا كابتن انا مضيع، مش فاهم القصة ايه بالظبط، بس انا حاسبها والله. فهو مش قادر يقتنع واحنا واقفين عاملين نشرح له انا وعمرو نصوحي. بس في الاخر قدرنا نفهمه ونقنعه ان كلامنا صح. السيد علاء الكره دي لو ضاعت وفي المرمى عبد لو ضاعت الماتش خلص بيجيبها. لازم تصرف اللي جاي دي، لازم تصرف، لازم تصرف. انت شايط اربعه جايب اثنين، لو ضيعت دي يبقى كده انتوا زي بعض. هو لازم يلعبوا على الخمسه. لو جت يكسب اه. ويكسب واليماني بيكسب. يلا يلا كويس كويس كويس. يوسف اسامه للغربيه علامه. اليماني عامل فرح.